أصدقائي الأعزاء، أهلا بيكم في دردشة فنية. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغط لايك وتدوس اشتراك وتفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. احنا النهاردة هنتكلم عن الفنان الكبير يوسف شعبان، واحد من أعظم الفنانين اللي ظهروا في تاريخ الدراما المصرية. هو سيد الدغري في عائلة الدغري، هو حافظ رضوان في المسلسل الأسطوري الشهد والدموع، هو محسن ممتاز في مسلسل رأفة الهجان، هو وهب السولمي في الضوء الشارد. يوسف شعبان من مواليد 16 يوليو 1931 في القاهرة وفي حي شبرا بالتحديد، من أسرة متوسطة الحال ولكن معظمهم كانوا موظفين. واعتمد يوسف شعبان على نفسه في سن مبكر، يعني يدوب وهو كان لسه بيدرس، وبعد ما حصل على الثانوية العامة اشتغل موظف في مصلحة الطيران المدني في قسم الحسابات. ولما كان طالب في مدرسة التوفيقية السنوية حصل على جايزة ذهبية بعد عرض مسرحية سلومي، لأن هو كان عضو في فريق التمثيل اللي في المدرسة وكان متفوق جدا. أهله حاولوا إن هم يدخلوه كلية الشرطة أو الكلية الحربية ولكنه فشل، فالتحق بكلية الحقوق. وهناك أول حاجة عملها دور على مسرح الجامعة، وتعرف هناك على كرم مطاوع والكاتب والشاعر والمخرج نجيب سرور والكاتب والمخرج فايز حلاوة والفنان إسلام فارس وحمدي أحمد وسعيد عبد الغني والكاتب إبراهيم نافع والمخرج صلاح السقا والد الفنان أحمد السقا، وقدموا مسرحية هاملت وأخرجها ليهم الفنان حمدي غيث على مسرح الأزبكية. بعدها ما قدرش يكمل في كلية الحقوق لأنه هو في سنة تالتة حقوق فتح المجلة كده لقى مكتوب فيها إنهم هيعينوا خريج الحقوق محضرين. فيوسف شعبان فكر وتخيل نفسه إن هو محضر بشهادة اليسانس، فترك كلية الحقوق رغم ان هو وصل سنة تالتة، يعني كان فاضله سنة ويتخرج، ولكن ترك كلية الحقوق وقدم في المعهد العالي للفنون المسرحية واتخرج منه سنة 1962، يعني كان عمره 31 سنة. ومجرد ما تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية استقال من وظيفته في الطيران المدني. ولكن قبل ما يتخرج مع بداية مسارح التلفزيون وهو لسه في سنة تالتة في المعهد، اشتغل مع الفنان الكبير محمود مرسي تمثيلية اسمها الحب الكبير، وكان معاها ليلى طاهر وعبد الرحيم الزرقاني. وسنة 62 شارك في فيلم في بيتنا رجل مع عمر الشريف، وشارك في فيلم المعجزة مع فاتن حمامة وشادية. ومن هنا بدأ يوسف شعبان يلعب دور الفتى الشرير وليس الجان أو الفتى الوسيم. وبعد مرور 3 أيام بس مع التقاط أول كدر في الفيلم كان وقع على 3 أفلام وكلهم في أدوار شر، وده طبعا عيب المنتجين بتوعنا وخصوصا بتوع زمان، كانوا بيستسهلوا لما يلاقوا فنان نجح في دور معين بيحصروه فيه. والثلاث أفلام دول هو فيلم أنا الهارب مع فريد شوقي وزهرة العلا ومحمود مرسي، وفيلم زقاق المدق، وفيلم ألف ليلة وليلة مع شادية وفريد شوقي. وانضم يوسف شعبان لفرقة إسماعيل ياسين وعمل معاه أكتر من مسرحية، نذكر منها مثلا مسرحية حكاية جواز وكان ناس في جاردن سيتي. المسرحيتين دول شارك فيهم يوسف شعبان مع إسماعيل ياسين، واشترك في العديد من المسرحيات زي مسرحية مطار الحب وغيرها من المسرحيات. واتعرف جدا يوسف شعبان عند المنتجين والمخرجين وشارك معظم النجوم في أفلامهم زي فريد شوقي ورشدي أباظة وأحمد رمزي وشكر سرحان وغيرهم، ولعب العديد من البطولات الجمعية زي فيلم المساجين الثلاثة، كان بطولة جمعية ما بين رشدي أباظة ومحمد عوض ويوسف شعبان، وفيلم مطلوب أرملة مع حسن يوسف ومحمد عوض، وشارك فريد شوقي في فيلم هروب وفيلم نهاية الشياطين، ولعب دور البطولة أمام ليلى طاهر في فيلم اسمه أبواب الليل، وده كانت بطولة مطلقة ليوسف شعبان. وكان يوسف شعبان وسيم وفيه كل المقاومات التي تؤهله للنجومية، بجانب انه كان فنان كبير، ولكن على حد قوله انه ما كانش لاقي خرم ابرة، لان رشدي أباظة وشكر سرحان واحمد رمزي وكمال الشناوي وصلاح ذو الفقار وغيرهم كانوا هم اللي على الساحة الفنية وكانوا سابقينه بكام سنة، فهو ما كانش لاقي مكان في وسطهم ان هو يعمل دور الجان او الفتى الاول، ان يطلع بطل امام شادية امام صباح امام مريم فخر الدين امام لبنى عبد العزيز، ما لقاش المنفذ اللي هو يعمل منه بطولات مطلقه ويبقى متواجد على الساحه
مع رشدي أباظة وأحمد رمدي وشكر سرحان وعمر الشريف والنجوم دول. يعتبر اللي فلت منهم حسن يوسف، يمكن علشان يوسف شعبان ظهر بعد حسن يوسف بثلاث سنين، كان أول ظهور له سنة 62، حسن يوسف أول ظهور سينمائي له كان في فيلم أنا حرة سنة 59، يعني قبل يوسف شعبان بثلاث سنين، بجانب إن حسن يوسف كان بيلعب دور الولد الشقي، وما كانش حد بيلعب الشخصية دي غير أحمد رمزي بس، فحسن يوسف لقى لنفسه مكان فاضي، فعمل دور البطولة أمام شادية في فيلم التلميذة، بعد ما استفاد جدا من جمهور عبد الحليم في دور في فيلم الخطايا، وده كان إخراج حسن الإمام، فرشحه حسن الإمام إنه يلعب دور البطولة المطلقة أمام شادية في أول فيلم له كبطولة، وشال حسن يوسف بطولات كتير جدا، فعشان كده يوسف شعبان ما خدش حظه في فترة الستينات، وعمل فيلم التلاتة يحبونها وفيلم أم العروسة وغيرها من الأفلام. أما فيلم معبود جماهير مع عبد الحليم حافظ، عبد الحليم اعترض على وجود يوسف شعبان في الفيلم لأنه كان بيسمع إن يوسف شعبان بيسرق الكاميرا وبيلفت إليه الأنظار، فطبعا عبد الحليم مش عايز حد يكون ظاهر جنبه، وخصوصا لما يكون وسيم وفتى أول، وعبد الحليم بطل الفيلم ومعبود الفتيات، ويوسف شعبان كان وسيم وبيلفت الأنظار إليه، ولكن المخرج أصر على وجود يوسف شعبان، وشادية نفسها أصرت إن يوسف شعبان لو استبعدوه هي هتنسحب من الفيلم، فعبد الحليم بذكائه عرف إن هو يفض الخلاف ده، وأصبح هو ويوسف شعبان أصدقاء من وقتها. ومن ضمن الأعمال اللي يوسف شعبان اتهاجم بسببها هو فيلم حمام الملاطيلي سنة 73 مع شمس البارودي ومحمد العربي، اللي قدم فيها دور جريء جدا وهو دور الشاب الشاذ جنسيا، واتمنع الفيلم من دور العرض بسبب جرأته، واتعرض الفيلم وصناع الفيلم لهجوم شرس وحذفوا بعض المشاهد من الفيلم. ومن بعد الفيلم ده ناس كتير جدا كرهت يوسف شعبان، وفيه البعض من الناس اتهموه بالمثالية واتهموه انه شاذ جنسيا، ولكن هو كان له وجهة نظر اخرى وقال ان انا اول فنان في تاريخ السينما المصرية يعمل الدور ده، ومش ندمان لانه كان بيناقش قضية مهمة جدا، وهو بيقدم رسالة وبيلفت نظر اي اسرة انكم انتوا بتهتموا بالبنات بس علشان خايفين حد يعمل لهم حاجة وحشة وهم اطفال ودايما بتوعوهم، وبرضو المفروض تخلي بالكم من ولادكم، لان الفيلم ده لما اهملوا الولد وهو طفل صغير وحد عمل معاه حاجة مش كويسة، شوفوا لما كبر اصبحت عادة عنده. ولكن يوسف شعبان مع تجربته على الشاشة الصغيرة لقى نجاح في التلفزيون اكتر من السينما، عمل مسلسل الافعى وعادة الايام وعائلة الدغري، والمسلسل الرائع الشهد والدموع اللي جسد فيها شخصية حافظ رضوان وكانت شخصية مركبة. المسلسل ده من أعظم المسلسلات اللي اتعملت في تاريخ التلفزيون المصري، مسلسل أسطوري بجد، ويوسف شعبان في أداء شخصية حافظ رضوان بصراحة يستحق جايزة أوسكار على هذا الدور العبقري اللي يجمع ما بين الخير والشر، وتشوفه في مسلسل رأفت الهجان وشخصية محسن ممتاز. الدورين دول بالذات يعتبروا علامة مضيئة في تاريخ الدراما المصرية وفي تاريخ يوسف شعبان بالخصوص، ومسلسل بعد العاصفة مع عفاف شعيب وفي المرآة وسبعة وجوه للحقيقة والمال والبنون وغيرها وغيرها من الأعمال العظيمة اللي شارك فيها يوسف شعبان، وشارك في عدد قليل من الأفلام زي فيلم أنا اللي قتلت الحنش وفتوة ضرب العسالة، وعمل أدوار كتير ما كانش المفروض يعملها زي فيلم السجينتين مع سماح أنور وإلهام شاهين. الدور لا يليق بحجم فنان كبير زي يوسف شعبان، فيلم رجال بلا تمن مع سعيد صالح وإلهام شاهين، فيلم العدم كفاية الأدلة مع نجلاء فتحي ويسرى وصلاح السعدني، كلها دي أدوار مش بقيمة يوسف شعبان هذا الفنان العبقري. يوسف شعبان مش أقل عبقرية من يحيى الفخراني، بس يحيى الفخراني ما عملش أدوار تسحب من رصيده الفني، ولذلك حافظ على مكانته الفنية، وأيضا صلاح السعدني، لكن يوسف شعبان ما قدرش يحافظ على مكانته زيهم، رغم أن يوسف شعبان له رصيد في التلفزيون يمكن أقوى من الاثنين، كفاية بس مسلسل الشهد والدموع، وشارك في مسلسل الوتد والضوء الشارد وغيرها من الأعمال الناجحة جدا، ومحدش ينسى دوره في مسلسل الرحايا مع نورة وصلاح السعدني. الرحايا بتاع يوسف شعبان غير الرحايا بتاع نور الشريف، ومسلسل السيرة الهلالية ودموع في حضن الجبل وغيرها من الأعمال العظيمة، وكان آخر مسلسل له
هو مسلسل ملوك الجدعنة مع مصطفى شعبان وعمرو سعد. دي كانت نبذة مختصرة كده عن حياة الفنان الكبير يوسف شعبان الفنية. بالنسبة لحياته الشخصية، هو اتجوز 4 مرات. الزيجة الأولانية هي الفنانة الجميلة ليلى طاهر، وقعدوا مع بعض 4 سنين، وفي خلال ال4 سنين دول اتطلقوا 3 مرات، يتطلقوا ويرجعوا لبعض تاني، يتطلقوا ويرجعوا تاني 3 مرات، وبعد كده ما رجعوش لبعض. الزيجة التانية في حياته اتعرف عليها في احدى الحفلات، وهي السيدة نادية بنت الأميرة فوزية وإسماعيل شيرين، أمها الأميرة فوزية بنت الملك فؤاد وأخت الملك فاروق، وهو ما كانش يعرف هي بنت مين، وإن أمها كانت من الأسرة المالكة، وتقدم للجواز وهم رفضوا، ولكن هي صممت إنها تتجوزه، وقالت أنا ممكن أأذي نفسي لو ما اتجوزتوش، والكلام ده قال يوسف شعبان في إحدى البرامج التلفزيونية. وفعلا الأسرة وافقت لما لقوا نادية متمسكة بيه، وما طولوش مع بعض واتطلقوا بعد ما أنجبوا بنتهم سيناي. ليه سموها سيناي؟ لأنها اتولدت سنة 73 بعد نصر أكتوبر، ومن فرحة يوسف شعبان بالنصر كان عايز يسميها سينا لما سينا رجعت لنا تاني، فبدل ما يسميها سينا سماها سيناي علشان يثبت للجميع ان الاسرة المالكة كانوا بيعشقوا مصر غير ما الناس كانت فاهمة عنهم. حتى البنت ظهرت مع لميس الحديدي وقالت ان ابويا كان وطني وبيحب مصر جدا، وانا بعشق مصر وتراب مصر، انا بحب بلدي. دي بنت سيناي. الجيزة الثالثة في حياته هي كانت فنانة مش مشهورة واسمها سهام فتحي، ولكن برضو مطولوش مع بعض وانفصلوا. الزيجة الرابعة الكويتية إيمان خالد الشرعان، وأنجب منها ابنته الإعلامية زينب يوسف شعبان، ودي مقدمة برامج ليالي الكويت عبر شاشة تلفزيون الكويت، وابن مراد، وفضل معاها لغاية يوم وفاته، وكان في بعض الأحيان بيسافر لها الكويت لأن ولاده مقيمين هناك معاهم. وتولى يوسف شعبان منصب نقيب المهن التمثيلية من سنة 97 لغاية 2003 دورتين ورا بعض، ثم تولى مكانه الفنان أشرف زكي اللي هو النقيب الحالي. وتكرم الفنان يوسف شعبان عن دوره في مسلسل رأفت الهجان، واللي كرمه الرئيس الفلسطيني أبو مازن، وحصل على وسام العلوم والفنون والأدب، واتكرم ايضا من وزارة الثقافة المصرية برضو عن دوره في مسلسل رأفت الهجان، وحصل على وسام ابطال انتصار اكتوبر. اما زواجه من الفنانة صباح دي كانت اشاعة، لان هو كان شاب ولسه بداياته الفنية، طلعت عليه الاشاعة ان هو اتجوز صباح لمدة شهر، ولكن دي كانت اشاعة ليس لها اساس من الصحة، كان فيه استلطاف واعجاب ما بينهم، وكانت برضو تعتبر قصة حب قصيرة ما بين صباح ويوسف شعبان، ولكن ما كملتش ولن تكلل بالزواج. كما أشيع عنه انه كان من ضمن ازواج الفنانة سهير رمزي، ولكن سهير رمزي نفت هذه الاشاعة في احدى البرامج ان هي لم تتزوج من يوسف شعبان. وفي اشاعات كتير طلعت على وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان وهو لسه على قيد الحياة، ولكن يوم 28 فبراير 2021 توفي الفنان الكبير يوسف شعبان عن عمر يناهز 90 عام أثر فيروس كورونا اللعين. رحم الله الفنان الكبير يوسف شعبان. عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة. جورج إبراهيم.